السلام عليكم خوتي، كي راكم دايرين؟ صافا شويه غايت من ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. مرحبا بكم خوتي معنا، نشكركم على التواصل تاعكم، تواصلوا فيه معنا وعلى الدعم تاعكم. نقول لكم بارك الله فيكم، ورانا توجور معاكم خوتي باش نفيدكم معلومات تتعلق فيزا اسبانيا ولا فرنسا ولا اي معلومات نجمع عليها رانا نجيبوها لكم خوتي. اليوم خوتي كيما شفتوا في العنوان خاطي المعلومات على الفيزا وكل شيء، بغينا الناس بزاف بزاف الناس يقول لك كيفاش تواصل معاك في الهاتف، ما رانيش نقد باك، كيفاش خويا منا وانا نحل التليفون غير جمعه والسبت، ودي فوا لا غالب تكون تجيني كورسه بعيده ولا ريزو ما كاش في الطريق وكل شيء. على هذه خوتي قررت باش انا نساعدكم وانتم تساعدوني، قررت باش نعاود نفتح الواتساب القديم هذاك، بصح شوالا اللي قلت تعاونوا خوتي باش ربي يوفقنا ويوفقكم في هذاك الواتساب ونجمو نجاوبوا كاع خاوتنا. حاجه الاولى، بزاف ناس مساكين يعيطونا من خارج الجزائر ما عند باش يتواصلوا معنا، ما يقاش يتواصل في الهاتف صفر هذاك 0795 يقول لك ما نجمش نعيط، ولا ناس من اسبانيا ولا من فرنسا ولا من الدول العربيه. على هذه غادي نديروا الواتساب. الواتساب كاين اللي يعرفه كاين اللي ما يعرفهش، هو القديم تاعنا في الرقم 0795 04 05 10. اتصل في الواتساب، عفوا اكدوا لي على هذه خوتي، ما كانش اتصالات وما كانش رسائل كتابيه. من فضلكم خوتي خلوا لي رسائل صوتيه نسمعها ونجاوبكم، نجاوبكم كاع خوتي ما تتقلقوا ما والو، خلي لي غير رساله صوتيه تاعك انا كي نسمعها نعاود نجاوبك برساله صوتيه واضحه نفهمك في كل شيء. هكذا خير من اللي تقعد تعيط لي وانا نقطع عليك، تتعيط لي وانا نقطع عليك. صافي خوتي، ان شاء الله بربي خوتي بارطاجوا هذا الفيديو باسكو بزاف ناس يحاولوا يتواصلوا معنا، وكاين اللي راهم كيما نقولوا صوالح تاعهم ايجون، كاين اللي مرضى، كاين اللي عندهم اعمال تاعهم راهي حابسه، كاين اللي خاصهم المواعيد وما عرفوش كيفاش يديروا، كاين اللي تريتمون تاع الدوسيه تاعهم، كاين اللي المهم انتم سيبوا باش بارطاجوا خوتي ولا ديروا نجم ويوصل الفيديو لناس اخرين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ومرحبا بكم، وبالرسائل الصوتيه تاعكم من هذا الفيديو تسمع هذا الفيديو الواتساب راه واجد خوتي. السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي.